السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللايف، واللي احنا طبعا خططنا له وتكلمنا عنه يعني قبل يومين. كنا احنا بنحكي أيضا في قناتي عن سلسلة رائعة ومميزة، احنا إن شاء الله يعني وضعناها رفعناها على قناتي، وبتمنى الكل يستفيد منها إن شاء الله. اليوم يا جماعة احنا حنتناقش في لايف مهم جدا، وهو انه احنا مقبلين على سنة جديدة، العام 2022. طبعا كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله اكون من اوائل الناس اللي بهنيكم ببداية هذا العام الجديد. وان شاء الله اللايف هذا حيكون مميز جدا. لماذا؟ لانه هذا اللايف يا جماعة يعني هو نقلة نوعية انا بعتبره في حياتنا، يعني هذا هو منبه لنا رئيسي انه احنا اليوم لازم انه احنا نتخذ موقف من حياتنا. ما بينفع انه انا اعيش 2020 مثل 2021 مثل 2022، اذا لازم انا يكون في عندي تخطيط بلانينج لحياتي، ما بينفع اني اعيش يا جماعه من غير تنظيم. الخطه السنويه يعني هي من فوائدها بشكل كبير ان شاء الله انه احنا حنضع جولز اللي هي غايات، حيكون عندنا اهداف فرعيه، حيكون في عندي أنشطة رئيسية يا جماعة، وأيضا حيكون عندي يعني متابعة لهذه الخطط. وبالتالي إحنا إن شاء الله حنناقش اليوم كيف إنه إحنا نضع الخطة السنوية، تمام، وما هي الأسس والتقنيات والوسائل والتولز اللي إحنا اشتغلنا عليها لوضع الخطة السنوية. طبعا أنا حستعرض معكم في آخر اللايف بإذن الله تعالى نموذج بسيط ورائع، هذا انت ممكن تتخذ منه كمرجع لك او كبنش مارك او كرفرنس انه انت تستعين فيه وبعد ذلك تبني عليه. النموذج هو بسيط جدا، حيكون تقريبا صفحه A4 او ممكن صفحه A3 مثلا، هذا ممكن تخليه رفيق لك يعني قبل النوم مثلا لما تصحى من نومك انه انت تشوف هذه البلان او هذه الورقه. يعني زي ما انتم شايفين يا جماعه يعني هذه الورقه تقريبا هي فيها بلان الخاصه بي، تمام، هذه بلان كل الخطه السنويه اللي انا بدي اشتغلها ل 2022 هي موجوده في هذه الورقه. فانت تصور انه انت ورقه واحده موجوده عليها كل التخطيط او كل الاهداف كل الغايات اللي انت حتشتغل عليها. شوفوا كيف روعه التخطيط يا جماعه، انه انت تسهل على نفسك. للاسف الكثير يتم يعني استهلاك كونسيومينج للريسورسز للموارد الماليه والوقت والجهد كثير يا جماعه، يهدر في انه انا يعني مشغول دائما في التخطيط وبيكلفني، هناك موازنات ضخمه تصرف على التخطيط وللاسف يعني لا يتم تنفيذ منه شيء. فبالتالي روعه التخطيط انك تبسط مفهوم التخطيط، تبسط مفهوم الخطط، واللي اليوم ان شاء الله احنا حنشتغل عليه معكم باذن الله تعالى كيف انه احنا نبسط الخطه السنويه للعام 2022، وان شاء الله يكون يعني عام تغيير، عام فيه ان شاء الله تحقيق للغايات والاهداف اللي احنا نطمح اليها وانه احنا ان شاء الله نصير. طبعا بحب ارحب بالحضور اللي بيشاهدني، اتمنى انه الكل ان شاء الله يكون جاهز وحاضر ومتفاعل يا جماعه، واي سؤال يعني طبعا ما تتردد انه تساله الان، تسال يعني واحنا بنشرح انا حجيبك مباشره وفورا، تمام يا جماعه؟ ان شاء الله بتمنى الجميع يستفيد. طيب خليني انا اول شيء نيجي يا جماعه للخطوه الاولى من اعداد الخطه السنويه للعام 2022. طيب نشوف اذين اني طالبه كليه واريد اكون الاولى على دفعتي. طيب تمام، يبقى لازم انت يا اذين يكون عندك خطه سنويه رائعه محكمه تنظم هذا الموضوع، اذا يعني حطيها غايه اني اريد ان اكون الاولى على دفعتي، خليها غايه في الخطه السنويه، وحنشرح كيف انه انت ممكن يعني تشتغلي على الغايه لو انت يعني وضعتي هذه الامنيه او خلينا نقول الحلم او الهدف كغايه، تمام؟ خليكي معي في الخطه السنويه واعدادها. طيب الان حنيجي في الخطوه الاولى وهي تتمثل يا جماعه في انه النيه او القصد، النيه او القصد. اول شيء لازم يكون في عندك نيه التخطيط، في يكون عندك القصد انه تكون هي يعني حياتك او خطتك هذه نفسها اللي انت حتضعها، يكون في نيه مبيته انه انت لازم تضع خطه، لازم انت تنجح في وضع الاهداف، لازم نيتك تكون لله عز وجل. يا جماعه خلي نواياك دائما خالصه لله عز وجل، تمام، انه انت يعني يكون عندك نجاح وفلاح في الدنيا وفي الاخره، ما بينفع انه انت بس تخطط للدنيا. إذا لازم يعني يكون عندك نية لله عز وجل، إنه يكون عندك أعمالك، أهدافك،
نواياك، تمام؟ واحب ان اكون من الاثرياء ان شاء الله. برضو ضعيها غايه يا افيل، وحنشرح احنا ان شاء الله. لازم يكون عندك يا جماعه زي ما حكينا نيه لله عز وجل، انه انت تدعو الى الله عز وجل، تدعو الى الله عز وجل انه يوفقك وانه يعطيك وانه يرضيك وانه يعني يعطيك الالهام والسداد في القول والراي والعمل. يا جماعه مهم جدا يكون عندك نيه خالصه لله عز وجل، والهج بالدعاء وتوكل على الله، لانه ربنا عز وجل يقول من يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذا لازم انت تتوكل على الله وتعمل وتشمر عن ساعدك وتكون نيتك خالصه لله، وان شاء الله ربنا حيوفقك، ولكن الزم الدعاء لانه ان ربنا يوفقك في هذه الخطه، تمام؟ انا مشتت ما بعرف كيف احدد هدفي في الحياه. طيب يا عبدو، ان شاء الله هذا السؤال احجبك عليه، ولكن يعني في عندي على 10 مينتس حلقات كثيره كيف انه احنا نحدد هدفنا في الحياه. خليني احكي لك يعني تقنيه بسيطه هيك على السريع، انه انت يا عبدو خليني احكي لك شو اكثر شغله انت بتحبها، شو الوقت اللي انت بتقضي فيه فراغ. ممكن انت تقول لي والله انا بقضي فراغي في التسليه والتفاهه، لا، يعني ممكن انت من خلال التسليه او وقت الفراغ اللي انت بتقضي فيه ممكن انت تجد هدفك، خلي بالك، تمام؟ وتقنيه تحديد الهدف يعني كثير احنا بنشتغل عليها، انه مثلا اجلس مع نفسك فكر، اعمل برين ستورمينج، عصف للافكار وفكر انه مثلا انا شو تخصصي، ما هي ميولي. يعني انت ممكن تجد هدفك وين مثلا، من الميول، من مثلا تخصص، من شغله انت بتحبها وهكذا، تمام؟ وتحديد الاهداف يعني انا ما بدي اخوض فيه، ولكن حكيت لك بشكل سريع، وتابعني وان شاء الله اخر يعني اللايف حجيبك ايضا على هذا السؤال بشكل جيد. طبعا يا الفاروق التنفيذ مهم جدا. من انا بحكي لك شو انا عمال بديت اللايف، انه كثير من يضعون الخطط ويصرفون عليها الموازنات الضخمه ويستهلكون الوقت والجهد الكبير، وللاسف هي تظل في ادراج مين المكاتب او في ادراج الشنطه مثلا، للاسف لا ينفذ منها شيء. وهذا بصير مين يا جماعه، مستوى الحكومات والدول، انه تضع خطط استراتيجيه لخمس سنوات ولا عشر سنوات وللاسف وتنفق عليها الملايين ولا تنفذ منها شيء، يعني تمام، وتبقى يعني حبرا على ورق، تمام يا جماعه. طيب اذا اول قلنا خطوه هي يكون عندك نيه لله عز وجل، انه انت تضع هذه الخطه وتدعو الى الله ان يوفقك باذن الله تعالى، وان شاء الله حيوفقك ويوفق يعني ويلبي لك الاهداف اللي انت تطمح لها. مشكله الهاتف كيف نعمل معها، والله اصبع عائق، اغلب اوقاتنا بتروح فيس ويوتيوب. طبعا يا بدرو هذا مهم جدا جدا جدا، يعني انا بحكي لك بشكي من هذا الموضوع كمان ايضا، ولكن احنا لازم نوازن، لازم يكون عندنا اتزان. موضوع الفيسبوك واليوتيوب هذا يعني ممكن يكون نقمه في حياتك للاسف، انه اذا انت استخدمته يعني بالشيء السلبي، لانه هو سلاح ذو حدين برضه، ممكن انت تنتفع منه، تمام؟ انت برضه استغله في الوقت النافع. طيب اذا بدينا يا جماعه في الخطوه الاولى، خلينا انتقل للخطوه الثانيه، تمام؟ الشيء يا جماعة المميز في الخطة السنوية اللي احنا حنضعها، انه احنا استخدمنا نموذج التحليل الرباعي الذي يستخدم في مين؟ في المنظمات التجارية. انا جبت هذا النموذج، نموذج التحليل الرباعي زي ما انتم شايفين، هورجيكم اياه ان شاء الله خلال اللايف. هذا النموذج انا يعني عكسته على مين؟ المستوى الشخصي، كيف انا استفيد من نموذج التحليل الرباعي واتعرف على نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات الخاصة بي على المستوى الشخصي. فركزوا معي، تمام؟ حنستعرض ان شاء الله الان يعني بعد شوية. طيب حكينا عن النقطة الاولى، وقلنا يا جماعة اذا النصيحة اللي انا بدي اختم في هذه النقطة، جدد نيتك مع الله واصدق القول معه قولا وعملا. النية او القصد، يعني خلي نيتك دائما لله وخليك صادق مع الله، ربنا حيوفقك، خليك يعني داعي له. هذه النقطة انا خطيتها لانها يا جماعة مهمة جدا، وكررتها اكثر من مرة، لانه والله التوفيق واساس التوفيق من الله عز وجل. لانه في مقولة يقولها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، ماذا يقول؟ انه اذا انت اوكلت نفسك لنفسك يا جماعة سوف تخذلك، لكن إذا أوكلت نفسك إلى الله لن يخذلك. هذه احفظها، يعني أنا هذه المقولة حافظها عن ظهر غيب يا جماعة. محتوى اللايف يا عبد الرحمن عن إعداد الخطة السنوية للعام 2022
وعشرين. خليك معنا حتستفيد. أنا بحكي لك يعني هذا اللايف حيكون نقطة تغيير لكثير من الأشخاص، عشان خليكم معنا للآخر. طيب النقطة الثانية الآن حنستعرض نموذج تحليل رباعي، وتكلمنا عنه يا جماعة، قلنا هو بيتكون من أربعة مؤشرات. هذا طبعا المنظمات التجارية بيستخدموه يا جماعة. طيب أنا شو بيفيدني هذا النموذج؟ تمام، حيفيد إني أتعرف على نقاط القوة الخاصة بي، نقاط الضعف، والفرص والتهديدات. طيب نقاط القوة ما هي، أو نقاط الضعف؟ هي مسميها عوامل داخلية، يعني أنت بتحلل الكاركترستيك تبعتك والخصائص تبعت الشخصية يا جماعة، نقاط قوة وضعف الخاصة بك أنت. طيب والفرص والتهديدات خاصة بمين؟ خاصة بالعوامل الخارجية، يعني شو البيئة المحيطة بي بتأثر علي، وما هي العوامل الداخلية الخاصة بي بتأثر على مين يا جماعة؟ على خطتي. طيب اسمع عندي جاي، خليني الآن أضرب لك مثال على ذلك. يعني أنا هذا المثال صرته يا جماعة، ما بعرف إذا أنتم بتشوفوا، هاي أنا اللابتوب، تمام، صرت هذا المثال نموذج تحليل رباعي. خليني أنا يعني أقرأ على مسامعكم يعني شو أنا بقصد في نموذج تحليل رباعي، يعني شو نقاط القوة. يعني أنا طبعا استعنت بهذا المثال. طبعا يا جماعة هذا نموذج الخطة السنوية إعدادي حيكون مقال على موقع ملهم إن شاء الله. أنا حرفع هذا المقال على صفحة أو حساب الإنستغرام، ممكن تستفيد وتقرأ هذا المقال، حيكون فيه كل الكلام اللي أنا بتكلمه في هذا اللايف، تمام؟ يعني لكن هنا اللايف مهم جدا إنه أنت تسمع، لأنه ممكن أجاوب على أسئلتك وعلى استفساراتك الآن. طيب يعني مثال أضرب نقطة قوة، مثلا انا شخص لدي مهاره الكوبي رايتنج، هذا بنسميه ايش يا جماعه؟ نقطه قوه، انه انت مثلا عندك مهاره الكوبي رايتنج، تمام، عندك ايضا مهاره اخرى، مثلا عندك فن الانصات، يعني انت تتقن مهاره الاستماع، انه انت بتنصت بشكل جيد وتصغي لمين؟ لمن يتكلم. هذه مثلا بنسميها نقطه قوه. واحد بيقول لك انا فنان في الاستماع يا جماعه، لكن واحد ثاني بيقول لك ايش يعني استمع؟ شو يعني انصات؟ ما بيعرف ايش عن هذه نقطة القوة. لكن في ناس يا جماعة بينصتوا بشكل رائع. طيب هذه يعني نضرب مثال، ضرب مثال على نقاط القوة. طيب كيف أنا أجيب نقاط الضعف الخاصة بشخصيتي؟ طيب بتحلل، أنت بتسأل نفسك ما هي. طبعا هذه يا جماعة لازمها جلسات خلوة مع النفس، إنه أنت تفكر، يعني هيك تعمل لك ثلاثة أيام، تأخذ لك بريك، أوكي، بريك ثلاثة أيام تاخذه لوحدك لنفسك، تعيش مع افكارك وتقول ما هي نقاط القوه والضعف والفرص والتهديدات المحيطه بشخصيتي. خليني اجي لنقاط الضعف. حنقول يا جماعه مثلا نقاط ضعف زي كيف، يعني انا حساس زياده عن اللازم، تمام، انا عندي حساسيه للامور، هذه ما لا بتسبب لي سلبيه. انا مثلا والله عندي نقاط ضعف، افكاري سلبيه، دائما بفكر في الامور السلبيه. انا والله مثلا عندي نقطه سلبيه، دائما متشائم مش عارف ليش. أنا عندي نقطة سلبية يا جماعة، مثلا يعني خلينا أقول إني أغضب بسرعة، وكثير أنا من يعني يتوجه لي بالقناة إنه أنا أتشتت بسرعة، أغضب بسرعة، أنا أفكر بشكل سلبي، أنا قلق دائما. هذه بنسميها يا جماعة نقاط الضعف، هذه لازم تدرجها أيضا في مين؟ للسوات أناليسز، نموذج التحليل الرباعي، تمام؟ إذا هيك تعرفنا عن نقاط القوة ونقاط الضعف. جماعة مين يحكي لـ من الإخوة اللي بيشاهدون الآن؟ ما هي نقاط القوة التي لديكم؟ شاركونا يلا، خلينا نعمل هيك شوية أكشن. ما هي نقاط القوة التي لديكم؟ يعني خلينا هيك يعني شوت صغير نعمل فيه تحليل لنقاط القوة لديكم. مين يشاركنا؟ يلا يا حبايب، وأنا برحب فيكم إنه يعني أنتم اهتميتوا، لأنه أنا بعتبر يعني حتى لو العدد قليل شوية أنا كنت أطمع إنه يكون في زيادة في هذا العدد، ولكن هذا يعبر عن إنه يا جماعة إنه حابين تطوروا أنفسكم، حابين تغيروا، حابين تحطوا خطط، حابين تعيشوا حياة لها قيمة، تمام؟ طيب ما هي نقاط القوة التي لدى من يشاهدني؟ يلا تفاعلوا، أكشن، كول تو أكشن. طيب صبور، أوبا ما شاء الله عليك يا حسام، قلت يعني لايك يا حسام صبور. طيب المرام، احب اسمع الاشخاص اكثر من اني اتكلم. رائع، يعني عندك نقطه قوه رائعه، الانصات. كيف اعرف نقاط قوتي؟ ما احنا حكينا يا اكرام لازم خلوه مع النفس لمده 24 ساعه او ثلاثه ايام، انا بنصح ثلاثه ايام عشان تتعرف على نقاط قوتك وضعفك، تمام. انا هيك جاوبت على سؤالك بسرعه. عدم التفريط في الفرص الصغيره وعدم استصغار اي عائد، رائع جدا يا الفاروق،
هذه من الأشياء اللي أنا بحبها برضو، إنه في للأسف نقاط صغيرة الناس بيهملوها، لكن هذه ممكن تقلب حياتهم كثير. بتصير رائع ممتاز. قوتي في حفظ المعلومات، ما شاء الله عليك، رائع جدا، هذه نقطة قوة يا لكي، ممتاز جدا. تعرف إنه هذه بزنس، هذه ممكن تعمل فيها يا لكي، إنه أنت عندك قوة في حفظ المعلومات، هذه في ناس بتعمل بزنس عليها يا لكي. عندنا حنقول يا جماعة ما هي الفائدة من ربط نقاط القوة والضعف بالفرص والتحديات، وكيف أنا ممكن أربط بهذه العوامل، وكيف أنا أستخرج منها أشياء تفيدني في حياتي العملية يا جماعة والمهنية، خلوا بالكم، والوظيفية، تمام؟ طيب، لا تتغلب على المصاعب، أستطيع في كل مرة أن أنهض من جديد. نقطة قوة رائعة رائعة رائعة، وهذه أساس النجاح، أو بسميها يعني نقطة مهمة في عبور طريق النجاح. التطبيق ممتاز جدا، رائع رائع. الإنصات الجيد آلاء، الإنصات الإقدام على الأعمال والمبادرات الجديدة، ممتاز جدا، رائع رائع جدا يا آلاء. المبادرات، اهتمامي كثير بس بالموضوع زاد وانقلب على حد وصرت ما أركز على شيء. هذه مشكلة كبيرة يا كيب موفينج، لازم تتخلص منها، خلي بالك، هذه يعني أنا كنت أعاني منها، تمام؟ إذا ابتعدت عن العلم الخارجي في 3 أيام سأعرف النقاط. أي برافو عليك يا إكرام، إذا لازم 3 أيام، أنا أنصحك اعمل خلوة مع نفسك 3 أيام واستثير، اسأل أسئلة نفسك، أسئلة مثيرة، إنه ما هي نقاط قوتي؟ ما هي نقاط ضعفي؟ طب لماذا أنا مثلا حساس زاد؟ لماذا أنا كذا؟ واسأل نفسك تساؤلات، هذا تثير في عقلك الباطن كثير من الإجابات اللي لازم تدونها على ورقة وتعمل نموذج اللي أنا بدأت أتكلم عليه، نموذج اللي أنا بتكلم عليه للسوات أناليسيس، تمام؟ طيب. الآن يا جماعة احنا حكينا يبقى نقاط القوة ونقاط الضعف، الآن أنا بدي أتطرق إلى الفرص والتهديدات. دائما عزيز عزيز، دائما قابل للتغير والتأقلم بسرعة، ممتاز ممتاز، رائع رائع، أنا أغبطك على هذه الصفة يا عزيز، هذه من الصفات القلائل لدى الناس، يعني التغير بسرعة وإنه أنت تكون إنسان دايناميك، هذه يعني رائع، لايك. الرضا التام بكل ما كتبه الله، ممتاز، أعطينا هذه الأسئلة. يمون اوكي ولا يهمك، انا ان شاء الله في مقال، انت هيك اضفت لي حاجه كويسه ممتازه، حضيف الاسئله لنموذج بصوت اناليس ان شاء الله تعالى. طيب خلينا اكمل يا جماعه عشان ما تملوا من الحديث. خليني انا اذكر الان سؤال، حسالكم سؤال، ما هي نقاط الضعف لديكم؟ اوكي احكوا لي نقاط الضعف. اللي قبل شوي سالني، لما أنا أسألك هذا السؤال أنا أثرت عقلك الداخلي، تمام؟ أنت الآن تنجذب، ما هي نقاط ضعفي؟ الآن بتصير تفكر، يمكن في ناس يا جماعة منكم ما فكر قبلك فيك أسئلة، ما هي نقاط الضعف التي لدي، تمام؟ خليني أسمع وأقرأ بعض نقاط الضعف. طيب وأنا أنت اكتبوا لي طبعاً حقرأها، لكن بدي أكمل الشرح، تمام؟ طيب الآن في نموذج تحليل ربع المسامين للسوات أناليسيز، ما هي الفرص؟ الفرص يا جماعة تكمن في ماذا؟ الأمور اللي حولك اللي ممكن لو أنت استثمرتها بشكل جيد هذه حتعود عليك بأرباح ومنافع وقيمة رائعة نوعية. يعني كيف أنت بتقول لي فرص؟ يعني مثال والله، السوق يطلب مهارة الكابي رايتنج، وذكرت أنا قبل شوي أنه في عندي نقطة قوة يا جماعة، أنه أنا مثلا عندي مثلا مهارة الكابي رايتنج، أني أنا والله عندي مثلا مهارة الكابي رايتنج مستوى جيد جدا. طيب السوق شو وضعه كفرص؟ كفرص عامل فرص، انه سوق يطلب هذه المهارة اليوم، ومن اعلى الموظفين اجرا هم مين يا جماعة؟ الكابي رايتر. اذا لو انا ربطت، ها انتبهوا معي ركزوا، لو انا ربطت نقاط القوة المتمثلة في مهارة الكابي رايتر بالسوق اللي هي الفرص، انه فرصة تتمثل انه السوق يطلب اليوم موظفين كابي رايتر، اذا انا ممكن ادمج يا جماعة نقطة القوة مع الفرص واعمل بزنس منها او اعمل وظيفه رائعه. شفتوا كيف؟ انه انا لما حللت نقاط قوتي ونقاط ضعفي والفرص، شبكت نقطه القوه مع الفرصه الموجوده في السوق، بالتالي انا بعد هيك حروح اعمل مثلا اكونت على خمسات، على مثلا على فايبر، وبالتالي اعرض خدماتي ككابي رايتر. فاهمين يا جماعه؟ طيب خليني اضرب مثال الثاني اللي انا ضربته مثلا. طيب انت مثلا عندك مهارة المبيعات، تمام؟ يعني انت مثلا عندك من نقاط القوة انه انت تتحدث بشكل كثير،
انه انت عندك مين يا جماعه؟ لسانك هذا ما بقول جوا الفم التم مثلا، تمام؟ فانت بتتحدث كثير، انت ممكن ها الفرصه الموجوده انه والله السوق يتعطش لمندوبين المبيعات وهم اساس الربح في الشركات التجاريه، اذا انا عندي لسان جميل ولبق في الكلام وعندي كاريزما، بالتالي ممكن انا اطور مهارتي يا جماعه واستثمر الفرصه الموجوده في السوق واصير مندوب مبيعات رائع ويجلب الملايين. تمام يا جماعه، في ناس بيتقاضوا ملايين ملايين من الشركات، ليش؟ انه عنده يعني كاريزما وعنده لباقه في الكلام، فبالتالي هناك ارباح عاليه ورائعه ممكن يجني من وراء هذه المهاره. تمام، طيب اذا هيك انا جيت للفرص يا جماعه. الفرص زي ما حكينا هي عوامل خارجيه انت ما بتتحكم فيها، متوفره ممكن تستثمرها في انه انت يعني تعود عليك بالقيمه. تمام يا جماعه، طيب بعد ذلك انا خلصت هيك الفرص في السوت اناليسز، خليني انا الجا الى مين يا جماعه؟ الى التهديدات. ما هي التهديدات المتمثله في السوت اناليسز؟ يعني خليني اقول لك مثلا والله نسبه البطاله مرتفعه، هذه من ضمن التهديدات. مثلا انا شخص خريج جديد ولقيت والله مثلا السوق في بطالة عالية، شو هذا؟ هذا مسميه تهديد، يعني انه هذا ممكن يسبب لي انه والله انا اقعد فترة كبيرة عن العمل، تمام؟ فبالتالي انت هيك اصبح تهديد. طب كيف بدي اواجه التهديد هذا يا جماعة؟ طيب حقول انه والله إن البطالة مرتفعة، ممكن انا اواجه هذا التهديد اني اطور نقاط القوة التي لدي. خلوا بالكم ها، هنا المحك اني ربطت بين التهديدات انه والله مثلا سوق البطالة عالي في دولتي، بالتالي انا عندي مهارات في نقاط القوة، بالتالي أنا ممكن أطورها وأشتغل عليها يا جماعة وأشتغل رغم أن في البطالة. فاهمين كيف الموضوع؟ مين فاهم معايا اللي أنا بتكلمه؟ كله يعني يتفاعل معي يا جماعة، فاهمين الكلام؟ هل هناك نقطة غامضة؟ طيب بترو بيحكي كيف أميز نقطة الضعف من الشيء العادي؟ لأنه ممكن نقطة ضعف بس أنت بتشوفها عادة فيك لأنه ممكن تأقلمت معه. ممتاز جدا يا بدر، سؤال مهم ورائع. خليني احكي لك انه انت لو عندك نقطة ضعف، انت مثلا شوف يعني انت بنفسك قيم، هل هذه الصفة انا مثلا ضارة بي؟ ما هي سلبياتها وما هي مميزاتها؟ والله انت لو وجدت يعني مثلا اضرب لك مثال، واحد بيقول لك انا عندي نقطة ضعف اني والله بتصفع على السوشيال ميديا بشكل كبير، اوكي؟ باجي بحكي له مثلا تعال ايش انت كم ساعه بتقعد مثلا على السوشيال ميديا؟ فكر مثلا كم ساعه؟ بقول له والله 5 ساعات. بقول له لا، يعني انت هيك بتضيع وقتك، بتضيع جهدك، بتضيع مالك، بتضيع يعني الاستثمار في نفسك. مثلا واحد بقول لي والله عندي نقطه ضعف، مثلا انا دائما عندي هوس اني بتفقد الايميل بشكل كبير، تمام؟ بقول له لا يا عم ما بنفع. طب ايش العمل؟ انه انت اعمل مثلا وقت صباحي ووقت مسائي بس مثلا ربع ساعه انك تتفقد هذا الايميل، تمام؟ إذا يا بدرو شوف أنت تأثير نقطة الضعف على مستواك الشخصي وإنتاجيتك، هل هي ضرب الإنتاجية أم لا؟ يعني أنت أنا متأكد حتعرف، يعني كل واحد بيعرف نفسه بيعرف إنتاجيته، فبالتالي هل بتأثر على إنتاجيتك أم لا؟ تمام؟ يعني خليني أحكي لك، أنا عندي كانت يا بدرو نقطة ضعف إنه مثلا والله باجي مثلا بكون بقرأ في كتاب مباشرة، لو أجاني جوال تمام خلاص بتكلم وبنسى اني كنت تقرا او اني كنت عايش في جو القراءه والكتاب ومشاعر. فلاحظت اكثر من مره تكررت، صارت عندي عاده للاسف. انا ما عرفت انها نقطه ضعف انه للاسف، لكن لما قعدت افكر طيب انا شو هذه الصفه؟ طب شو هذه النقطه؟ طب شو هذه مثلا النشاط لما اقوم فيه؟ هل هو مضر؟ هل هو نافع؟ ما مميزات؟ ما اذا يعني انت بتعرف يعني من هذا الكلام، تمام؟ طيب سانرايز، كيف ابدا مجال الربح من الانترنت؟ سانرايز يعني في حاجات خليني احكي لك، اونلاين سيرفيسز اليوم كثير، عندك مهاره، عندك خدمه، قدمها من خلال الاونلاين يا شو ما هو سان رايز. يعني ممكن تعمل متجر لك، ممكن تعمل بلاتفورم، ممكن تعمل حساب على انستغرام، ممكن تعمل يعني حتى انا يا سان رايز يعني ادرجت في كتابي الثاني انه اسهل الطرق لتطوير ذاتك وبدا مشروعك الخاص، انه نقطه مهمه جدا انه في واحد عامل حساب انستغرام يا جماعه مدرس لغه انجليزيه بس يعني بيرفع حاجات مقولات باللغه الانجليزيه، وكيف انه انت تكون الجمله وتكون هذا، فهذا مباشره يعني صار مصدر دخل له حساب الانستغرام، تمام؟ افكار سهله وبسيطه، لكن هذا يعني يحتاج ايش الى وقت لاجيبك عليه بشكل مفصل. طيب
تمام. هاي في جماعة ناس تفاعلت معنا انه سؤال جميل، مرحبا، هلا اهلا يا ويلث سكيلز. احنا حكينا يا جماعه ما هي نقاط الضعف التي لديكم. طيب الكل يذكر لي يا جماعه نقاط الضعف حتى نثير برين ستورمينج، نعمل عصف للافكار في ذهنك. شو هي نقاط الضعف اللي انت نايم عنها، اللي انت حتخش العام القادم وانت لا تدرك نقاط ضعفك، وهذا اكبر طامه واكبر مصيبه. يعني يا جماعه مثلا انا كنت بجهز لي 3 ايام، بجهز في الخطه السنويه 3 ايام، بجهز الخطه السنويه، وحتى اللحظة لسه ما أتممت بشكل يعني كامل يا جماعة، 3 أيام. شوف كيف؟ ليش؟ لأنه أنا بقيم نقاط قوة، نقاط ضعف، والفرص والتهديدات، شو لازم أعمل، شو لازم أتدرب، شو لازم أتعلم، وشو لازم أضيف، وشو لازم أقدم قيمة معينة، شو أعمل في البزنس، و و و لكن يعني تساؤلات كثيرة جدا، لازم تسألها لنفسك. تمام. قلة ممارسة اللغة مباشرة، الأستاذ والتركية ضايع، مش فاهم إجابتك يا مون. طيب خليني يا جماعة أكمل عشان أنا ما يملوا الإخوة المشاهدين. تمام يا جماعة، في حاجة مش مفهومة يعني أوضحها مثلا في الكلام اللي أنا حكيته. طيب إذا زي ما حكينا يا جماعة، إنه أختم بنقطة نموذج التحليل الرباعي، العفو يا بدرو، بموضوع التحليل الرباعي، انه لازم اربط نقاط القوه مع الفرص، واربط نقاط الضعف يا جماعه ممكن مع الفرص او التهديدات، واستثمرها يا جماعه في موضوع انها تعود علي بالفائده والمنفعه. تمام. التشتت وضياع الوقت يا مون، رائع، سجلها سجلها يا مون عشان انت تقيم نفسك وتجد نقاط الضعف وتحاول تتجنبها قدر الامكان ان شاء الله. طيب لو سمحت تفضل يا شاي. طيب خليني احكي عن المثال الثاني. حكينا عن موظف المبيعات وكيف انه لو عنده مهاره في فن موظف المبيعات، قلنا عنده مثلا في كثره الكلام ولباقه في الكلام، انه يشتغلها في انه مثلا يكون مندوب مبيعات. وتكلمنا يا جماعه عن لو عندك انت مثلا مهاره الانصات، انت انسان بتنصت كثيرا وبتستمع كثيرا، انت ممكن تسمع بودكاست يا جماعه تطور فيها قدراتك. يعني لو عندك نقطة قوة انه انت جيد في الانصات وتسمع، حاول انه مثلا يكون عندك تطبيقات البودكاست، البرامج النافعة والرائعة واللي بتطور فيها مهاراتك وقدراتك، انه انت دائما تسمع. تمام. اذا اشبك موضوع نقاط القوة مع بعض والفرص، وانه انت تعمل توليفة منها تفيدك وتستفيد ان شاء الله تعالى. طيب زي ما حكينا، لازم نقطة الخطوة الثالثة، استثمر يا جماعة نتائج التحليل الرباعي زي ما حكينا، نقاط القوة والضعف، اني اصيغها. طيب الان ماذا سوف اصيغ؟ ما هي الفائدة النهائية والنتيجة النهائية من السوات اناليسز؟ تمام، اني انا حللت نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات، لازم اخرج يا جماعة بثلاث غايات او اربع غايات. مفهوم الكلام؟ لازم اخرج من نتائج تحليل نقاط القوة والضعف بثلاثة غايات على الاقل او اربعة غايات. طيب ايش الغايات هاي؟ يعني هذه الغايه يا جماعه، الغايه هي الهدف المنشود او الهدف اللي انت بتحاول يا جماعه تصل اليه. هدف يعني جول كبيره، هدف كبير يا جماعه، نحن سوف نصل اليه من خلال تحليل نتائج القوه والضعف. طب اضرب مثال، يعني مثلا انت اليوم عندك ضعف في اللغه الانجليزيه او في مهارات اللغه الانجليزيه، ما هو هدفك اللي ممكن يكون؟ انه والله تطوير مهارة اللغة الإنجليزية لدي. طيب كيف الآن أنا بدي أطورها؟ هنيجي في اللي بعدها. طيب ممكن مثلا غاية أخرى، إني والله تطوير البزنس الخاص بي مثلا. غاية ثالثة، إني والله مثلا أنا بدي أوجد وظيفة مناسبة تناسب مهاراتي وقدراتي، وهكذا. إذا لازم يكون عندك ثلاث غايات على الأقل يا جماعة، ثلاث غايات لمين؟ للعام 2022، أو ممكن أربع غايات. تمام، حسب أنت ما ترتأي، لكن خلينا أنصحك ما تزيد عن أربع غايات. طيب اللي بيشاهدني مشاهد قناة اليوتيوب يا جماعة، أنا هنا يعني هي فرصة أنكم تنضموا لقناة اليوتيوب الخاصة بي 10 minutes، حتجدها في الهايلايت يعني على اللي هو حساب الانستغرام. طيب ما هي فوائد اللي هي انه انا اوجد غايات يا جماعه؟ لازم توجد ثلاثه او اربع غايات، وهذه الاربع غايات تنفذها يا جماعه بشكل متتالي في العام 2022. طيب
هتقول لي والله طيب الغاية الأولى والثانية والثالثة والرابعة كيف أنفذهم؟ بحكي لك بشكل متتالي. خلي بالك ما تكون طماع أو طموح جدا أو إنه أنت إنسان يعني سوبرمان، تمام؟ خليك يعني بسيط وخليك متواضع مع نفسك، وخليك يعني الطموح هذا خليه يعني ما يكون طموح جدا عالي 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 يا جماعة. ليش؟ لأنه ممكن تكون أنت طموح جدا فبالتالي تنهار في لحظة وكل التخطيط يضيع سدى. طب ايش اللي انا بدي اعمله؟ تكون طموح بشكل منطقي واقعي، تمام؟ وتكلمنا عن موضوع السمارت وكيف انه الاهداف لازم تكون واقعية نوعا ما عشان يسهل تنفيذها. طيب حكينا اذا لازم تعمل 3 إلى 4 غايات. انا مثلا على سبيل المثال يا جماعة شخصيا عندي خطتي السنوية العام 2022 3 غايات رئيسية، تمام؟ ولو بتحب يعني تحبوا اشاركها يعني معكم، ممكن يشارك بعض النقاط الخاصة بهذه الغايات، تمام؟ اذا احرص يكون عندك 3 إلى 4 غايات فقط، ما تكثر عن 4 غايات للعام 2022. طيب خليني مثلا الان يعني بدي اوجه لك برضو نصيحة زي ما حكيت يا جماعة، انه لازم تكون واضح محدد منطقي واقعي في استخراج غاية. اذا لازم اكون واقعي منطقي محدد صريح وواضح في تنفيذ هذه الغاية الرئيسية. طيب بعد ذلك خليني اجي للخطوة اللي بعد هيك يا جماعة. طبعا مين يعني سؤال مهم جدا، من له غايات في 2022؟ مين عنده غايات من اللي بيشاهدني الان؟ عنده اهداف كبيرة وجولز كبيرة في عام 2022؟ من وضع غايات؟ هل تشاركوا معي يا من تشاهدون؟ من وضع غايات للعام 2022؟ يعني بنتكلم عن موضوع برضو الخطة السنوية يا جماعة اللي بيشاهدنا الآن، تمام؟ من وضع غايات؟ يلا بنزين حرك حالك شوية معي. أنا حلو يا يسرى. طب شو غايتك؟ احكينا غاية من الغايات يا يسرى، يلا شاركينا هذه الغاية الجميلة التي أنت صغتيها. طيب يا سمير لايف، ما هي الغاية التي وضعتها؟ ممتاز يا مون. طب شو غايتك يا مون؟ هي ما هي الغاية التي انت وضعتها؟ طيب يا بيمرز، شاركونا يا جماعة غايات. انا كله بحكي انا انا انا. طب ما هي الغاية؟ طب احدى الغايات يا كيب موفينج، احدى الغايات ما هي؟ احدى اكمال دراستي. جيد جميل. بس خليني احكي لك يا يسرى، يعني ما بنفع اكمال دراستي، يعني حطي هدف، يعني مثلا انه الحصول على شهادة ماجستير، البكالوريوس مثلا، اني احصل على مثلا يعني تفوق مثلا في دراستي مثلا، وهكذا يعني، تمام؟ يعني بدنا شوي تكون طموح شوية. يعني شفتي يا من شاركتني، الهدف هنا طموح بسيط، يعني بسيط في الطموح، لكن لا احنا بدنا يعني يكون طموح اكثر من ذلك، اوكي؟ اللي من يا يسرى لازم يكون عندك لا الهدف طموح شويه اعلى من هيك. ان شاء الله يا ساجد بتخلص من الديون ان شاء الله، لكن حط خطه، يعني خطط، نظم امورك الماليه. يعني جزء من التخطيط والخطه السنويه ممكن تضع غايه انه انت يعني يكون عندك انه انت نظيف، يعني ما في عندك ديون. حط خطه انك مثلا تعمل خطه تقشف مالي، تقلل من نفقاتك، توجد مصدر دخل جانبي لمثلا وظيفتك الاساسيه، انه انت مثلا تنفق اقل، تدخر مثلا، تستثمر، تستغل مهاراتك، تتعلم مثلا مهارات معينه، وهكذا. حفظ القران والرضا، ممتاز يا مون. بس ما بينفع هذه، شوف يا مون ممتاز جدا، يعني انه حفظ القران وانه رياضه، لا حط يعني حفظ القران كغايه، وحط انه مثلا والله ممارسه الرياضه والى اخره، يعني غايه ثانيه. او ممكن تدرجها الرياضه ضمن هدف اكبر من هيك يا مون، تمام؟ يعني مثلا انت تحط هدف انه مثلا تغيير العادات، او مثلا بدك تغير عاداتك مثلا الصباحيه، ممكن تحط هدف فرعي الرياضه تدخله. حلقيت حنصيغ اهداف فرعيه وحنورجيكم كيف انا حصيغ اهداف فرعيه مع تحت الغايات. يعني انا عملت الغايات الجولز الكبيره زي ما حكينا يا جماعه، مثلا حفظ القران الكريم، مثلا حفظ مثلا تطوير قدراتي باللغه الانجليزيه، مثلا خلينا نقول تطوير مهاراتي الشخصيه والمهنيه الخاصه بالوظيفه، وهكذا تأسيس مشروعي الخاص، وهكذا تعلم لغة. ممتاز، هذه غاية يا يسرى، حلو كثير.
غايتي أن عدد من منتوج أنا أعمل عليه، لكن مشكلتي في التسويق. الغاية الثانية تكلم لغة، أجد النطق صعب والغاية. لا شوفي، خلي بالك يا بدرو، مجرد يا بدرو إنه أنت ما وضعت الأهداف أنت حتشتغل عليها، صدقني. يعني أنا وضعت غاية مثلا تطوير نفسي باللغة مثلا، بدك تحط أهداف فرعية، هلقيت حنيجي فيها إن شاء الله. الأهداف الفرعية حتخليك إنه أنت مين، يعني دائما نشيط، انك تقرا مثلا باللغه اللي بدك تتعلمها، تسمع باللغه اللي بدك تتعلمها. لو انت كان عندك هدف وغايه واضحه ومحدده وانت مشيت وسعيت، صدقني حتصير. اوكي، والصلاه في وقتها رائع رائع ما شاء الله عليك. اجد شغفي وبناء على وحده تخصصي الجامعي، اي نصائح على السريع؟ يا كيب شوف، بحكي لك تقنيه من التقنيات اللي مختصرة جدا. أنا عندي حلقة عن الشغف على فكرة على قناة التلمس يا جماعة، استغلوا هذه الموقف عندي في الهايلايت قناة التلمس، اشترك بها الآن. عندي حلقة كاملة عن كيف تجد شغفك يا كيب موفينج، شاهدها. لكن من النقاط اللي على السريع هنا بحكي لك أين تقضي وقت فراغك، أين تقضي وقت الفراغ. هنا أنت بتعرف الشغف، بس تخصصك الجامعي يعني خليني أحكي لك ممكن يختلف يا كيب. يعني في أنا مثلا دارس تخصص جامعي يختلف عن شغفي، خلي بالك. أوكي، هذا مهم جدا. ببدأ بقراءة الكتب، ممتاز. هذه ممكن تكون غاية وانت تحط عليها تحت أهداف فرعية يا كيب موفينج، تمام. غاية أحفظ القرآن وأحسن لغة الإنجليزية، ممتاز جدا، جميل كلام، شكرا يا يسرى، أنت يعني من مسرور إني بشاهدك بتسمعيني. الحصول على علامات لإرضاء ونفسي، يعني هدف متناقض يعني يا مون. جيد انه انت يعني انت ممكن تقول مثلا خليني احصل علامات عاليه، درجات عاليه، سكورز عالي مثلا، لكن سيبك من ارضاء النفس. يعني لا تربط ارضاء نفسك او انه تكون سعيد بحصولك على العلامات. طب لو ما حصلناش على علامات يا مون، هنضل حزينين وكئيبين، تمام. مدرسة حددت معدلي وجدولي يومي لاحق بطولة العالم الملاكم، ما شاء الله، والله رائع، عن جد رائع جدا. بطولة العالم، يعني أنت من الناس اللي أنا بتمنى يعني إنه نكون زيك، والله يا مد، رائع، ما شاء الله عليك. لو أنت الكل بفكر تفكيرك إحنا يعني وضعنا تغير يا من يا أحمد، أو أعتقد، أوكي. طيب خليني كل الاحترام يعني لغاياتكم، شكرا لتفاعلكم، كلام جميل ورائع، أتمنى التطوير والتغيير والتحسين في خطة العام 2022. خلينا أكمل يا جماعة. طيب الآن يجينا لنقطة مهمة جدا، إنه لازم إنه مش عارف يا مون بالحل، شو اذكر لي ما هو المشكلة، الحل لماذا، ما الحل؟ إنه لازم يا جماعة، حطيت أنا الغايات، نضرب المثال تطوير نفسي باللغة الإنجليزية، أوكي؟ أنا الآن خليني عشان أنا أساعدكم أساعد نفسي إنه أعرض النموذج يا جماعة المتكامل اللي أنا وضعته، اللي حيكون إن شاء الله هذا هدية لكم، يعني يا من تشاهدوني في هذا اللايف. هذا طبعاً النموذج هو يعني نموذج أنا وضعته، نموذج سهل وبسيط، هذا يا جماعة عبارة عن الغايات، تمام؟ خليني هنا الآن، هنا مثلا إحدى الغايات، شايفين هنا مثلا أنا الغاية وضعتها يا جماعة إنه والله تطوير مهارة اللغة الإنجليزية، تمام؟ هذا هو الغاية الرئيسية في هذا العمود. طيب بعد هيك أنا حرجع في النموذج هذا، النموذج الرائع إن شاء الله أنا حدرجكم أيضا في المقالة، تمام؟ إني أنا لازم أجزئ هذه الغاية إلى أهداف فرعية. كيف انا بدي احقق هذه الغايه يا جماعه؟ الغايه لانه هي جول كبير، شيء كبير، انا ما بقدر يعني احققه كغايه واحده، لازم اضع تحت اهداف فرعيه عشان احقق من الهدف الرئيسي. طيب اضرب مثال، ايش يعني مثلا الغايه؟ والله تطوير مهاره اللغه الانجليزيه، طيب ما هي الاهداف الفرعيه؟ خذ عندك مثلا اني والله ان شاء الله يا بدر اكيد حط نسخه بي دي اف ولا يهمك. اني انا مثلا اول شيء التحق بدوره اونلاين، تمام، هاي الهدف الفرعي، انا وضعت هنا الهدف الفرعي اني التحق بدوره اونلاين. الهدف الثاني قراءه كتابين باللغه الانجليزيه. الهدف الثالث انه تحسين مهاره الاستماع من خلال برامج البودكاست والتطبيقات المختلفه، تمام. هذه يا جماعه ثلاثه اهداف فرعيه انا وضعت تلاميذ للغايه اللي هي خاصه بتطوير نفسي باللغه الانجليزيه، اوكي. اذا غايه عامه هي تطوير نفسي باللغة الإنجليزية، وضعت إلى ثلاث أهداف
فرعية، اللي هي إيش؟ إني أسجل في دورة أونلاين، اثنين إني أقرأ كتابين مثلا خلال 2022، ثلاثة إني مثلا أستمع لبودكاست رائع أو تطبيقات رائعة أو محتوى يعني باللغة الإنجليزية. أوكي؟ اتفقنا على ثلاثة أهداف فرعية. هذه طبعا يا جماعة ما هي الفائدة أو ما هو المغزى؟ إنه أنا والله جزاتي يا أستاذ يوسف الغاية الكبرى لثلاثة أهداف فرعية. بحكي لكم يا جماعة ليش؟ لأنه العقل هنا دائما متعطش لحاجة تربطه بالإنجاز. ليش؟ لأنه أنت مثلا وضعت غاية كبيرة، أنت لن تلحظ إنجاز أو إنتاجية على مدار العام 2022، لن تلحظ هذا الكلام. تمام؟ إذا أنا لا يا لكي، لكي أنت هذه حجة، معلش اسمح لي يعني يا لكي، هذه حجة. الوقت 24 ساعة متاح للجميع، الوقت كالوعاء، الوعاء هذا أنت بتمليه حسب ما بدك أو كيف ما بدك، ما تقولي ما عندك وقت، هذا حجة. أنا نفسي لما بحكي للآخرين ما عندي وقت أنا بكذب على نفسي يا جماعة، هذا كذب على النفس، تمام؟ ولا تقولي ما عندي وقت. أنت عندك وقت وعندك 24 ساعة يا جماعة. في ناس بتدير شركات ضخمة، في ناس بتدير يعني مثلا 20-30 بزنس مع بعض، كيف هذول بديروا البزنس؟ تمام؟ في ناس بتدير يعني حاجات ضخمة، مصانع ودول واوا، انتوا جاي تقول لي انك ما ملاقي وقت تقرأ فيه، يعني مبرر غير منطقي. طيب خلينا اكمل. اذا ما حكينا العقل، انت هيك بتخدع العقل في هذه التركة يا جماعة، انه انا جزأت الغاية الكبرى لثلاث اهداف فرعية. هذا بيساعد العقل يا جماعة انه على الانجاز. لما الاقي هدف فرعي انا ماشي فيه بحقق فيه وانجزت فيه بنسبه معينه، بتشجع لمين؟ لتحقيق الغايه الكبرى، وهي مين؟ اللي هي تعلم اللغه الانجليزيه. اوكي؟ مثلا الهدف الفرعي الثاني اقرا كتابين. لو انا لقيت حالي بقرا في الكتاب وماشي في الكتاب و100% وفي نسبه انجاز رائعه، فهنا انا بتشجع اني احقق الغايه الكبرى، اني اطور مهارتي في اللغه الانجليزيه. تمام؟ اذا الاهداف الفرعيه هي طريقة احنا بنخدع فيها العقل الباطن، تمام؟ من اجل الانجاز والانتاجية. اتفقنا يا جماعة؟ اذا لازم تحط تحت الغاية الخاصة بك، استاذ هل تعمل بث مباشر تعلم اللغة الانجليزية؟ مش عارف كيف يعني، مش فاهم سؤالك يا يسرى، مش فاهم صراحة سؤالك. كيف يكون عندي طموح كافي العام الجديد حتى اتمكن تاخذها؟ شوف يا مون، هاي عندك خطة، هاي خطة، شاف كيف موجودة في صفحة واحدة A3، هذه خطة العام 2022 يا جماعة الخاصة بي. أوجد خطة وهذه خليك الأهداف والغايات والأهداف الفرعية كل يوم، يعني انظر إلى هذه الورقة، صدقني حتتشجع وتتغير حياتك. لما أنت قبل النوم ولما تصحى من النوم تشوف هذه الورقة حتتغير حياتك، وأنا بضمن لك، أنا بضمن لك، يعني الله عز وجل هو يعني إن شاء الله يغيرك، ولكن أنا بضمن لك 100% حتتغير وحتلتزم بهذه الورقة، صدقني. لأنه العقل الباطن دائما لما بكرر، إن إحنا بنكرر عليه يا جماعة شغلات معينة صباحا مساء صباحا مساء، بتصير جزء منه يا جماعة، جزء من كينونة الشخص ومن عقليته. أوكي؟ وعليكم السلام يا ميموه، تأخرت علينا يا ميموه، متفاعلة رائعة معنا ميموه. كيفية بناء شركة صغيرة؟ والله هذه كورس يا عبدو، كيفية بناء شركة صغيرة. بس خلينا أحكي لك يعني الأساس، يعني ممكن أنت تسألني سؤال، صغر سؤالك، أنه ما هو الأساس لنبني في شركة صغيرة؟ الأساس أنه أنت تلبي احتياج أو تقدم قيمة، تمام؟ يعني حل مشكلة ناس يا عبدو واصنع منها بزنس، مهارة عندك طورها واشتغل عليها بزنس، تمام؟ مشكلة في مجتمعك حل هذه المشكلة واعمل منتوج منها، انت هيك بتعمل بزنس. هي اساس، يعني هي اساس اي بزنس في الدنيا يا جماعة، يا اما تقديم منتج او تقديم خدمة، والمنتج او الخدمة ما الفائدة منهم؟ بحل لي مشكلة. اساسه لو انت نظرت يا جماعة لاي منتج في الدنيا او خدمة في الدنيا، هي اساس حل مشكلة معينة لدى فئة من الناس. باختصار هذا هو مفهوم ايش يا جماعة؟ البزنس. طيب استاذ رائع، اعرف استاذ رائع تعرف هو الاستاذ مراد فيه. والله شوف يا لكي، لكي جير، انا بنصح بقناه الاستاذ ابراهيم عادل، رائع جدا في اللغه الانجليزيه.
يمون ان شاء الله انا حرفقها، لا تقلق، في حسابي 10 minutes، حسابي 10 minutes على الهايلايت حتجد هذه الورقة، تمام؟ وفي المقال حيكون في عندنا مقال. شكرا جزيلا يا ميهو، شكرا. طيب الان خليني اكمل. اذا اتفقنا على الخطوة انه لازم اقسم يا جماعة الغايات الكبرى اللي انا بكتبها، يعني هذا مثال يا جماعة، لازم يكون لك 3 غايات. انا جزأت الى 3 اهداف فرعية كما تلاحظون، 3 اهداف فرعية. والان خليني اقرأ لك انه ما هو الهدف الفرعي. ما زي ما حكينا، دورة اونلاين، قراءة كتابين مثلا، الاستماع، تطوير مهارة الاستماع باللغة الانجليزية. الله يجزيك الخير، شكرا يا يسرى. طيب الان خطوة مهمة جدا، خليكم معي مركزين يا جماعة، مصحصحين. اللي نام، مين نام معنا؟ كله صاحي؟ كله صاحي؟ ممتاز سؤالك يا إكرام، بس جاوبوني أول، صحيين ولا نمتوا؟ طيب وخليني أكيد إن شاء الله. وخليني أختم موضوع الغايات يا جماعة بنصيحة مهمة جدا، يعني هذه من النصائح اللي أنا بنصح فيها. لا تتعلق بالغايات، لا تتعلق بالغايات يا جماعة. ليش؟ لأنه ممكن الغايات تخذلك. تعلق دائما بين يا جماعة أنه أنت تجزئ هذه الغايات إلى أهداف فرعية، تمام؟ إذا لا تتعلق بالغايات لكي لا تصاب بخيبة الأمل، إنما جزئها لمين؟ إلى أهداف، تمام؟ طيب خليني الآن أنا أستعرض معاكم. شكرا يا جماعة أنكم معي يعني حتى اللحظة، يعني أنا أشكر كل من كان معي حتى هذه اللحظة. طيب ماشي مون، سؤالك جميل، إنه بيحكمون يا جماعة ما هو الفرق بين الهدف والغاية. شوف مون، الغاية هي جول كبيرة، شيء كبير. هذا الجول ممكن أنت تحققه في سنة أو في سنتين أو في 3، هذا الجول يا ميهو، تمام؟ يا سوري يا مون، تمام؟ إذا هو فترة أطول يحتاج في التنفيذ، تمام؟ أما الهدف يا مون فهو يكون يعني مدته قصيرة، يعني أنا ممكن مثلا أحط هدف فرعي وأحققه في 3 شهور، ممكن أحققه في 6 شهور، يعني غالبا الأهداف بتكون أكثر وضوحا، أكثر تحديدا، مرتبطة بزمن محدد قصير يكون بحقق لي الغايات. أما الغاية هي يا مون هدف كبير، قضية كبيرة أنا أسعى من أجلها. وممكن يا مون كمان هدف يكون أو جول كبيرة أنا ممكن تقعد معي 5 سنوات لما أحققها، تمام؟ 5 سنوات ممكن تكون الجول، أو ممكن 10 سنوات في بعض الناس، إنه الجول تمام هي 10 سنوات ما بحقق الجول يا جماعة، تمام؟ لكن ممكن هذه الجول 10 سنوات تكون إلى أهداف فرعية تحقق هذه الغاية خلال 10 سنوات. الأهداف الفرعية ما هي وظيفتها؟ إنها تحقق لهذه الغاية خلال مدار 10 سنوات. أتمنى هيك تكون واضحة يا مون، تمام؟ طيب نيجي الآن. لا ما هو شوف، تعلم اللغات يعني ممكن أنت مثلا، أنا أعتقد أنه لو أنت حسب الصياغة، يعني أنت قلت مثلا تطوير مثلا مهارة اللغة الإنجليزية مثلا، تطوير مهارة اللغة الإنجليزية بشكل عام، هذه بنسميها غاية. ليش؟ لأنه تطوير مهارة اللغة الإنجليزية مستحيل تقول مثلا في شهر، في شهرين، في 3، يعني أقل شيء أنا باعتقادي بتحتاج إلى سنة. وانت حسب يعني نظرتك، اذا انت وجدت لها الغايه بتاخذ معك وقت اطول من سنه، هي اصبحت هنا غايه، تمام؟ اوكي، اتمنى تكون واضحه الفرق بين الغايه والهدف يا مون. طيب نيجي مثلا، انا هدف الفرعي والله باللغه الانجليزيه حددته يا جماعه، انا هذا انا يعني انا ما بدي اطور مهارتي باللغه الانجليزيه، انا هذا مثال يحتذى به، تمام؟ يعني انا غاياتي كانت منها، احدى غاياتي كان انه تطوير مهارات شخصية، مثلا تطوير البزنس الخاص بي مثلا، يعني خلينا أذكر كل الغايات بعدين إن شاء الله. طيب الآن ما هي الهدف الفرعي يا جماعة؟ أنه ألتحق بدورة أونلاين. طيب الآن الهدف الفرعي، أنا كيف بدي أنفذ الهدف الفرعي؟ هل قلت بدي نيجي لتفصيل التفصيل، يعني أنا جزأت الغاية الكبرى إلى أهداف فرعية، الآن أنا بدي الأهداف الفرعية يا جماعة أحقق كيف؟ من خلال تصميم الأنشطة، بسمي حاجة اسمها تصميم الأنشطة، أوكي؟ تقنية رائعة
نستخدمها انه احنا نحقق الاهداف الفرعيه. كيف يعني انا اصمم الانشطه؟ هناك قانون مهم جدا يجب ان تحفظوه يا جماعه، قانون متى وماذا وكيف. انت بتحقق اي هدف فرعي من خلال مين؟ هذا القانون. طب ليش انا جبت لك كذا قانون؟ لانه روعته هو هذا بيخليك انه محدد وواضح مش عايم، اوكي؟ يعني انا كمان جبتك هدف فرعي تحكم نفسك فيه وتضبط غايتك. ايضا هناك اللي هو قاعدة كيف وماذا ومتى. طب ايش بتقول هذه القاعدة بشكل سريع يا جماعة؟ والله شوف يا محمد، كيف تحصل شركة جرافيك ديزاين في الخليج؟ خليني احكي لك، موقع مستقل مليان، يعني مليء بالمهارات ومليء بالناس اللي ممكن تشتغل لك. يعني ابحث في موقع مستقل، يعني حيدلوك ان شاء الله. تمام، ممكن تعيد القانون. بنحكي انه قانون ماذا ومتى وكيف. هذا القانون يا جماعة بيحكمك وبيضبط نشاطك وبيضبط المهام اللي انت بتشتغل عليها، اوكي؟ وبيضبط هدفك الفرعي ويضمن لك تحقيق الهدف الفرعي. طيب انت حتقول لي كيف يعني؟ اجيب لك مثال، مثال لغة الانجليزية يا جماعة، بس ما تتخذوا انتوا انا يعني شايفكم صرت على اللغة الانجليزية عشان جبت مثال لغة الانجليزية. ممكن يكون تطوير بزنس، تمام؟ ممكن يكون مثلا انه انت تحصل على وظيفة، هذا ممكن يكون غاية، يعني ممكن يكون يا جماعة غاية كمان انه تحصل على وظيفة ثابتة ومستقرة بدخل رائع، تمام؟ يس يس، سوري سوري. طيب مترو، يعني خليني احكي لك، والله انا مش خبير في هذا المجال، خليني احكي لك، يعني مش يعني ضليع به او عندي خبرة، لكن انا حسب يعني استخدامي الشخصي انا دائما بستخدم مثلا موقع مستقل، ودائما ايضا بتابع على خمسات، تمام؟ على خمسات، يعني انت ممكن تعرض خدمتك، تمام؟ يكون عندك في نموذج يعني اعمال، انت بتعرض اعمالك ومنتجاتك، بتحطها على الصفحه والاكونت الخاص بك وبتعرض خدماتك، تمام؟ بتكون بخمسة دولار، انت ممكن تصمم مثلا. ايضا انت يا سيدي مش شرط انه انت تلتزم بخمسات، عندك مثلا اعمل حساب انستغرام واعرض عليه تصميماتك، مهاراتك يا اخي، وبعدين انت كمان ممكن تسوق لنفسك. يعني راسل اخي، في يعني كثير حسابات الانستغرام مثلا، كثير من الصفحات من المواقع بيحتاجوا مصممين، انت راسل، يعني اعمل ديباجه تسويقيه لنفسك رائعه تعبر فيها عن مهاراتك، وراسل الشركات، راسل المواقع، راسل الحسابات، كثير من يحتاجوا لهذه المهارات. ما هو يا محمد ما بنفع، شوف مستقل وخمسات انا صح قصدي، لكن اذا انا ما زبط الباب هذا، يعني انا انام يعني مثلا، يعني انت ما زبط معك مستقل وخمسات تنام؟ لا، يعني انت واصل، اعمل ديباجه تسويقيه، عرف فيها عن نفسك، خاطب فيها مين؟ الحسابات الانستغرام، من لهم مثلا لديهم شركات، من لهم مواقع، كثير يعني الجرافيك ديزاين يعني خلينا نقول لك مهاره مطلوبه جدا، يعني وهي من المهارات انا بعتقد ترتيبها الخامس او الرابع من المهارات الاكثر طلبا في العالم، تمام؟ وانا حكيت هذا الكلام في فيديوهات سابقة. والله انت 16 سنة ما عندكش خبرة للأسف في شيء يا محمد. انت ممكن تتعلم اليوم مهارة، وما فيش اسهل اليوم من تعلم المهارة. شوف اكثر المهارات المطلوبة اليوم في 2022، وبلش ابحث عنها في جوجل. خليني اقول لك على شغلة حلوة رائعة في جوجل تريننج، جوجل تريننج، وفي عندك مثلا الايدكس، وفي عندك كورسيرا، وفي عندك يودمي، يعني وفي محتوى مجاني كمان رائع في جوجل او حتى في اليوتيوب، انت بتتعلم اي حاجه بدك اياها. لكن انا بنصحك اعمل سيرش على جوجل وشوف اكثر المهارات اليوم مطلوبه وين في العام 2022، لازم تكون انت تريندينج، مواكب للتحديث اللي بصير. والله انا متخصص في موضوع البلو اوشن استراتيجي سبيشالست، يعني انا تخصصي هو يعني بلو اوشن استراتيجي سبيشالست، يعني استراتيجيه المحيط الازرق انا متخصص فيها كاستراتيجي اعمال، يعني بشتغل يعني من خلال هذه التقنيه، تمام؟ طيب في سؤال لمايكرو بيحكي ليش ما تتعلق بالغايات؟ لاني بشوف اذا ما تعلقنا بها ما نقدر ننجزها. انا عم شوف انه اول ما نحط الغايه لازم نحط ببالنا احتمالين سلبي وايجابي لحتى ما نشعر بالخيبه. طيب انت ليش تحطي يا مايكرو، ليش انت تحط اصلا يعني غايه، وليش انت وجدت لنفسك انه ممكن تشعر باحتمالين ايجابي وسلبي؟ انت ليش انت اصلا يعني عششت فكره موضوع انه احتمالين؟
ليش في شيء سلبي اصلا؟ طب انت بتعمل حاجه ايجابيه، انه انت تصنع غايه لنفسك، ما السلبي في الموضوع؟ اذا هذه اول حاجه، تفاؤل، لازم يكون عندك امل وايجابيه وروعه، انه انت انسان يعني قدير، انه تحط غايات لنفسك في العمل في بدك تحققها وتسعى لتحقيقها. لكن انا ليش بقول لك، من قبل شو كنت احكي، انا عشان اما اصاب خيبه امل، جزء من الضروري جدا جدا انه جزء هذه الغايه، كيف بدك تحقق هذه الغايه؟ قول لي كيف. هدف اول، هدف ثاني، ثلاث اهداف، لازم على الاقل يكون ثلاث اهداف رئيسية. طب ليش انا بحكي هذا الكلام؟ لانه عقلك الباطن، مجرد انه انت ما بدات تنجز بالاهداف الفرعيه وحققت نسبه انجاز، لو خلينا نقول لك 20 30%، هيك انت بيجيك تفاؤل وامل واستمراريه. لانه يا جماعه، لما انا اجد انجاز وانتاجيه، انا تصيبني سعاده، الاندروفين مباشره ببلش، يعني الغده المسؤوله عن افراز هرمون الاندروفين، مجرد انه ما انتجت وصار عندي انتاجيه وانجاز وروعه، السعاده تصيبك، فبالتالي انت بتكمل. اوكي، هذه هي الفكره من برمجه انه انا بحكي لك اعمل اهداف فرعيه. الترندنج يعني انا بقصد فيها يا لكي، انه اكثر مهارات مطلوبه مستقبليه، يعني انت بدك تقرا التنبؤات المستقبليه، ما هي المهاره اللي حتكون في 2022 مطلوبه في السوق، تمام؟ لمن سالني يعني اللي عمره 16 سنه. لا يا مهون، يا مهون انا احكي لك شغله، اليوم التعليم التقليدي اصبح، يعني خليني احكي لك، بيعطيك البيسك يا مون، بيعطيك البيسك وليس يعني ما بيعطيك الحاجات اللي بتأهلك انك تشتغل في سوق العمل العالمي. يعني اليوم خليني احكي لك، مين من كليات التجارة بتتكلم عن العملات الرقمية اليوم مثلا؟ مين؟ احكي لي. انا درست MBA ماجستير، يعني للأسف لليوم ما بيجيبوا سيرة العملات الرقمية. طب كيف بدك تتعلم هذه المهارة؟ اذا لازم انت تروح لسوق العمل وتشوف ايش التريننج ويب سايت بتتكلم، التيدكس والكورسيرا واليوديمي، شو بتشوف ايش اليوم اكثر الناس المهارات المطلوبه في العالم، تمام؟ يعني هي انا ضربت لك مثال بسيط يعني. طيب مايكرو بيولوجيست، هذه انت يعني فعلا حفزتني اني اعمل هيك حلقه صغيره ان شاء الله عن اكثر المهارات المطلوبه للعام 2022. لكن انا بحكي لك يعني المهارات حسب قراءاتي ل 2021، انه سوق العملات الرقميه، الديزاين، الجرافيك ديزاين مثلا، التصميم مثلا، فيديوهات الريلز. يا جماعه اللي بيشاهدوا وحابين يتعلموا مهاره، انا بحكي لكم كيوسف الان، اتعلموا مهارة صناعة فيديوهات الريلز اللي على حساب الانستغرام يا جماعة. والله يعني انا احكي لك شغلة، بحثت في موقع خمسة، للأسف اجد عن انسان محترف في عمل فيديوهات الريلز، والله ما وجدت للأسف. وجدت واحد يعني تمام، لكن للأسف غلبني كتير لما صنع لي فيديو للأسف. مثلا هاي عندك مهارة يا اخي، روح اتقنها، حتكسب ذهب عليها، والله حتكسب ذهب. طيب الآن خليني أنا أتكلم. جماعة، إذا أنا لازم قانون تصميم الأنشطة هو متى وماذا وكيف. إيش هذا يجيبك؟ أول حاجة، أنا عندي هدف التحق بدورة أونلاين لتعلم اللغة الإنجليزية. طب ماذا؟ إيش أنت ماذا يعني؟ يعني ماذا سوف، يعني أول خطوة، شو اللي بدك تسويه عشان أنت تسجل وتلتحق بدورة أونلاين؟ شو بدك تسوي؟ ماذا؟ هذا سؤال، ماذا؟ إيش بدك تعمل؟ مثلا ممكن تقول والله بتبحث عن دورة أو عن موقع مناسب بيعطي دورات جيدة واحترافية رائعة، وسجل بهذا الموقع لكورس اللغة الإنجليزية مثلا. هذه بنسميها أو الإجابة على كلمة ماذا. أوكي، طيب الآن كيف ستنفذ هذا التدريب اللي هو الأونلاين كورس؟ كيف ستنفذه؟ هل أنت مثلا حتنفذه من خلال برنامج معين، مثلا بث مباشر مثلا على الواتساب، ممكن برنامج الزوم ولا مايكروسوفت تيم ولا احدى البرامج التطبيقات، انت بس حتاخذ الدوره وهكذا. هذه كلمه كيف حتجيبك انه كيف ستنفذ الهدف الفرعي. اوكي، اتفقنا. طيب متى، ايش متى بتجاوبك يا جماعه؟ متى بتجاوبك على الزمن، المده الزمنيه اللي بتستغرقها لتنفيذ مين؟ الهدف الفرعي. خليني اقول لك مثلا، والله انا بدي اسجل ماذا ومتى وكيف، انه انا والله سجلت في مثلا كورس للغه الانجليزيه في موقع كذا وكذا مثلا، اني كيف، ما هو مثلا البرنامج
او التطبيق، اني انا مثلا باخذ الدوره والله من خلال تطبيق، من خلال برنامج، من خلال زوم، من خلال محاضرات مسجله وهكذا. متى بدي والله اول 3 اشهر مثلا، ولا بدي اول شهر انا باخذ هذا الكورس، حدد في كلمه متى. اوكي، هذا بنسميه قانون تصميم الانشطه، عشان انا سهل. ليش انت هيك هيك انت ما في حاجه، يعني ما بتشوف نفسك ضايع. جاوب على ماذا ومتى وكيف، خلصنا. تمام. طيب جماعة، في حد له سؤال، حد له استفسار، اعمل حلقة عنه. أكيد يا محمد، إن شاء الله هنعمل عن أكثر المهارات المطلوبة. والله يا يسرى، أنا ما عندي بث مباشر قادم. أنا للأسف حيكون عندي بث مباشر دائما إن شاء الله على حساب يوسف حوراني، لأنه اتفقت أنا عندي وفريق التسويق إنه بصراحة 10 minutes يكون يعني حساب رسمي مش حساب شخصي لي. فحتكون كل اللايفات يا جماعة من يشاهدني على حساب يوسف حوراني، يعني حيكون هناك لايفات بشكل دوري، نصائح، ستوريز، حتكون مشاركات يعني دورية، هذه إن شاء الله يعني حتكون موجودة على حساب يوسف حوراني. تمام. طبعا ضروري أكيد، ما بنفع كيف إنه أنت بدك تنفذ نشاط معين أو تاسك معين ملهاش مدة زمنية، بينفع؟ ما بينفع، ما بينفع. وخلي بالك هو ليش الديدلاين، يعني في مثل بالانجليزي يا جماعة، يمكن أنا لا أستذكره، إنه the task أو the objectives without deadlines، يعني أو thanks for God for deadlines، thanks for God for deadlines because إنه يعني معناه إنه if there is no deadlines we will not achieve anything، إنه ما في deadlines، ما في time، ما في إنجاز. فبنشكر ربنا إنه في وقت وفي إنه مدة زمنية. أوكي، طبعا لازم يكون هدفك سمارت. ممتاز يا محمود، شكرا جزيلا. طبعا طبعا يا مون، لازم يكون عندك هدف محدد بزمن. طيب أنا يعني ما بدي أطول عليك يا جماعة، أنا تقريبا يعني على وشك إنه شوية بنهي اللايف. طبعا بذكركم من يشاهدنا ضروري تشترك في قناتي، في حساباتنا على السوشيال ميديا، وتتفاعل معنا. عندنا لدينا أيضا قناة على التليجرام، أنت ممكن تشترك فيها، بنشارك فيها كل شيء أيضا. وتابع حساب يوسف حوراني كمان انستغرام الشخصي، مفيد جدا ورائع حيكون ان شاء الله. طيب الان انا هيك انا خلصت قانون تصميم الانشطه يا جماعه، ماذا ومتى وكيف. الان انا وصلت لمين؟ للنقطه اللي بعد هيك. استاذ انا في موضع قياده وعندي فريق عمل، الا فضلا نصح حول المجال. انت قصدك يا الاء يعني كمنصب اداري، يعني كانه انت ليدر، وشو النصائح اللي ممكن اوجهها لك انه انت عندك فريق عمل يعني تحديدا، ولا انت بدك في مجال معين انا انصحك؟ شكرا جزيلا يا يسرى، الله يحفظك ايضا. تمام، واشكرك للمتابعه. طيب جاوبيني على سؤالي عشان انا اجاوبك بدقه السؤال اكثر. طيب يا جماعه، انا وصلت لميل النقطه النهائيه وهي النتيجه. النتيجة لازم تكون في البزنس موديل تبع الخطة السنوية يا جماعة، مهم جدا جدا. النتيجة، ماذا سوف أحصل في النهاية؟ يعني أنت الآن حددت يا جماعة غاية، حددت أهداف فرعية، عملت تصميم للأنشطة اللي بدك تنفذها عشان تحدد الأهداف الفرعية اللي حتحقق لك الغاية الكبرى. ما هي النتائج التي سوف أحصل عليها؟ هذه يا جماعة أهم شيء في الموضوع. ما هي النتيجة التي سوف تحصل عليها؟ انه انت مثلا انسان بدك تطور مهاراتك في اللغه الانجليزيه، طب شو انا بدي اصير يا جماعه؟ اني اكون قادر على التكلم باللغه الانجليزيه، قادر على الاستماع والفهم باللغه الانجليزيه، قادر مثلا على الكتابه باللغه الانجليزيه، قادر على القراءه الريدنج، يكون عندي مهاره عاليه ورائعه مثلا. يعني بدك توصل لنتيجه محدده، مثلا مهارتي تطورت فيها اللغه الانجليزيه مثلا بمستوى جيد جدا، تمام؟ مثلا اصبحت مثلا يعني انه النتيجه انه والله اتكلم مع اناس اجانب او غرباء مثلا هنقول بنسبه 50% وهكذا. مثلا اصبحت اقرا مثلا كتب اللغه الانجليزيه بمستوى او بنسبه 60% وهكذا. اذا لازم يا جماعه يكون في عندك نتيجه مباشره لاي غايه انت بتنفذها. اوكي؟ طيب الان خليني اسالكم سؤال.
أنا هيك تقريبا يا جماعة وصلت لما تقريبا انتهيت من الحلقة، موضوع الحلقة لليوم، وهو إعداد نموذج العمل الخاص بالخطة السنوية. طيب شوفي يا ألا، أنا بحكي لك شغلة مهمة جدا. أول شيء بدك يعني تتعلمي الكوميونيكيشن سكيلز، لازم يكون يعني خدي بعينك الله، خدي دورة في موضوع الكوميونيكيشن سكيلز، يعني حتجي دورات كثير ونصح كثير. كوميونيكيشن سكيلز مهمة جدا، انه كيف يكون في تواصل بينك وبين اعضاء الفريق. وخليني احكي لك نصيحة ثانية، ركزي على العلاقات الانسانية، بناء العلاقات الإنسانية والولاء. والله يعني أنا بحكي لك الكلام الطيب، خلي عندك لسان جميل جدا مع أعضاء فريقك، هذا مهم. دائما خليك شاكرة لأعضاء فريقك، مهم جدا أنه أنت يكون عندك شكر دائما لأعضاء الفريق، هذا صدقيني، وتقدير، شكر وتقدير. في ناس يا ألاء بتستنى الشكر والتقدير على يعني أكثر من الفلوس، خليني أحكي لك، تمام؟ خليك شاكرة، مقدرة لإنجازاتهم، اتعلم الكوميونيكيشن سكيلز، دائما لسانك طيب، بذكر طيب يعني معاهم، اكسب ولائهم، ثقتهم، هذه مهمة جدا. أيضا حسسيهم دائما أنك واثقة فيهم، حسسيهم، ليش؟ لأنه هم حيعطوك الثقة، إذا أنت حسسيهم أنه يعني أنك واثقة فيهم حيعطوك الثقة، هذه من أساسيات إدارة الفريق، تمام؟ وخلينا أحكي لك، ضعي الأهداف الخاصة بالعمل، يعني أنت بس تعملي وعندك إدارة الفريق، خلي عندك أهداف العمل، الخطة مثلا، يعني الخطة الاستراتيجية أو الأهداف أو الغايات العمل، خليها دائما أشركيها مع فريقك وأعضاء فريقك، لازم يكونوا عارفينها، يعني لدرجة يا جماعة خليني أقول لك الخطة الاستراتيجية أهدافها بيعرف في البواب مثلا المؤسسة أو المنظمة بيعرف ما هي الغاية الاستراتيجية، هذا الكلام وين موجود يا جماعة؟ في اليابان، إنه تجد البواب اللي في المنظمة والشركة بيعرف ما هي الأهداف الاستراتيجية لمين؟ لشركته. عشان هيك بتلاقيهم يعني بيشتغلوا على قلب رجل واحد. هذه من النصائح السريعة، أتمنى لك التوفيق يا ألاء. طيب أنا بدي أختم الآن يا جماعة، سوف أرحل عنكم. ما تنسوا تتابعوا حسابي الشخصي يوسف حوراني، منصة 10 مينتس، قناة اليوتيوب مهمة جدا يا جماعة، أنا بنزل على فيديوهات كثيرة في مواضيع كثيرة، تابعوني هناك أيضا، اشتركوا في القناة، اعجبوا بالحسابات. منصة 10 مينتس يعني دائما بنحاول نقدم فيها كل جديد وكل ما له قيمة. طيب الآن أي سؤال أخير لإلي بخصوص نموذج خطة السنوية أو خطة العمل؟ من لديه سؤال؟ الفشل هو خطوة للنجاح؟ إن شاء الله، أكيد أكيد طبعا، هي من إحدى الخطوات اللي بتدفعك للنجاح. الفشل يا من قال أن الفشل خطوة للنجاح، إن شاء الله. شكرا يا يسرى، شكرا شكرا جزيلا، من مثال على إدارة السوشيال ميديا محمد. شو قصدك يعني مثال؟ يعني قصدك إنه غاية تكون إنه أنت تطور نفسك مثلا في حساب الله يسعدك يا ألاء، شكرا جزيلا لك يا أنت أيضا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلاة العشاء يا جماعة، أذن المؤذن فأعذروني، وإن شاء الله أشوفكم بحلقات أخرى، لفات أخرى على حساب يوسف حراني. يلا اشترك بسرعة على حساب يوسف حراني، كن معي هناك، لايفات حتكون كثيرة، ستوريز كثيرة، وأشارك بكل جديد، تمام؟ لا يا عمي، لا يا عمي، يا إنس إنصاف إنصاف، بالعكس أنا فشلت أكثر منك، بالعكس يا جماعة، الفشل هو مدرسة، الفشل ما أكبر مدرسة يا جماعة، والله هو اللي بعلمك، هو اللي يعني يعطيك القوة، هو اللي بيخليك تتمرس، هو اللي بيخليك يعني تتعلم يا جماعة. مدرسة الفشل هي أكبر مدرسة لنا وأكبر معلم، تمام؟ بالعكس اللي بفشل يا جماعة هذه محطة يعتبرها شيء عارض، يعني شيء طبيعي جدا. للأسف أنه في مشكلة يا جماعة بيعتقدوا أنه الفشل نهاية المطاف. لا، أنا بالنسبة لي كيوسف كنت زمان هيك مفهوم عن الفشل، اليوم لا، أنا أطور مفهوم، اليوم أنا بعتبر الفشل هو محطة بينقلني لمرحلة أجمل، تمام؟ وأروع، وإني أحقق في هدف أكثر، تمام؟ بارك الله فيك يا مايكرو، شكرا جزيلا للمتابعة يا جماعة،
وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا معلش، أنا كنت في أسئلة جتني، معلش يا جماعة اللي أجا بعث لي على الخاص أسئلة أنا والله ما قدرت أجاوبها للأسف يعني، فممكن تبعتوا لي إياها على الخاص يا جماعة. أي شخص، أي شخص بتابعني ممكن يسأل أي سؤال على الواتس أب أو حتى على دايركت مسج هنا في الحساب الانستغرام، حجابه إن شاء الله. طبعا بس يعني بعت لي يعني الأسئلة، أنا حجابكم ما فيتكم بإذن الله تعالى، لأنه إحنا هنا يعني بننشر قيمة، وما يعني القيمة هذه يعني أنا بمثلها إنه الصالحات، يعني الأعمال، صالحات الأعمال، يعني الأعمال الصالحة، لأنه الأعمال الصالحة هي التي تبقى لنا بعد وفاتنا، تمام؟ فهي أكبر يعني إنجاز لنا بعد وفاتنا. أشكركم، ربنا يسعدكم ويوفقكم، وشكرا جزيلا لكم، السلام.